كيف ترى أهمية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية؟ بلا شك أن الزيارة يعني زيارة تاريخية، وخاصة في هذه الظروف، لأنه تاريخ العلاقات بين روسيا والسعودية تاريخ يعني في مجمله لم يكن تاريخا يعني مستقرا مع الاتحاد السوفيتي. مع الاتحاد السوفيتي، نعم. وبداية المشروع يعني بداية مشروع روسيا الجديدة التي تحولت من الشيوعية إلى الرأسمالية بشكل كبير لعدة أمور. الأمر الأول أن روسيا في نهضتها الجديدة بعد الاتحاد السوفيتي تحمل يعني خطاب عدائي للغرب بشكل كبير، وهذا لا يتيح للدول في المنطقة أن تتحالف معها بشكل كبير أو يكون فيها علاقات كبيرة. هذا جانب يعني واضح في روسيا. الشيء الثاني، روسيا تنظر دائما في التدخلات داخل المنطقة على أنها في ظل الاستقطابات والمحاور،